ما هي فوائد الروت؟ الروت صديقي يقوم بكسر الحماية التي تفرضها شركة جوجل على هواتف الأندرويد أو على نظام الأندرويد. بالتالي من هذه الأشياء التي تمنحها أو التي تقوم بوضعها شركة جوجل في إطار الروت هو إمكانية أو عدم إمكانية إلغاء بعض أو إلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي تأتي مع الجهاز. معظم هذه التطبيقات تكون تطبيقات خاصة بشركة جوجل. أيضا صديقي فالروت يمنع التطبيقات ويمنع الخدمات التي المتوفرة على الهواتف المحمولة من الوصول إلى الذاكرة أو عمق الذاكرة الخاصة بالهاتف. لذلك صديقي فبعض التطبيقات تحتاج إلى صلاحية الروت من أجل أن تقوم باسترجاع الملفات التي قمت بحذفها. معظم هذه التطبيقات التي لا تحتاج إلى الروت لا تقوم باسترجاع جميع الملفات ومعظم الملفات التي أنت بالفعل تحتاج إلى استرجاعها لأنك قمت بحذف هذا الملف وقمت بإدخال ملفات أخرى إلى جهازك. لكن صديقي الروت يمنحك الوصول إلى الذاكرة العميقة للهاتف، يمنحك الاستغناء عن بعض التطبيقات الخاصة بشركة جوجل. كذلك صديقي فالروت يمنحك العديد من الخصائص والعديد من التطبيقات التي تحتاج إلى صلاحية الروت والتي تقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي يحتاجها مستخدمو الأندرويد. وبالتالي فإذا كنت تنوي أن تقوم بتنزيل الروت أو تفعيل الروت في جهازك فسوف تحصل على العديد من المميزات، لكن بجانب ذلك صديقي سوف تكون أكثر عرضة للاختراق وأكثر عرضة للفيروسات لأن النظام لم يعد يحمي نفسه بنفسه وأنت الآن تحتاج إلى حماية شخصية ويدوية لهاتف. كيف ذلك؟ فالتطبيقات التي سوف تقوم بتنزيلها بعد الروت لن يقوم النظام بقراءتها وحمايتك منها إذا كانت تتجسس على الصور أو على الاتصالات أو تقوم بتسجيل الشاشة أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي فنظام الأندرويد الخام أو نظام الأندرويد الطبيعي يقوم بحمايتك من هذه من هذه العمليات. إذا قمت بتحميل التطبيقات من متجر جوجل بلاي هو غير مسؤول إذا قمت بتحميل تطبيقات خارج متجر جوجل بلاي، ولكن بالنسبة للتطبيقات الموجودة في متجر جوجل بلاي فشركة جوجل تقوم بشكل دوري بتفحصها ومشاهدة ما إذا كانت هذه التطبيقات تتجسس على المستخدمين. لكن بعد القيام بعملية الروت سوف تفقد هذه الإمكانية وبالتالي أنت تحتاج إلى حماية جهازك بشكل يدوي. غير ذلك فالروت يمنحك العديد من الصلاحيات كما قلت منها الوصول إلى الذاكرة العميقة للهاتف لاسترجاع الملفات التي قمت بحذفها من مدة سابقة. أيضا تتوفر على بعض التطبيقات التي تسجل الشاشة بطريقة احترافية أكثر، وكذلك صديقي سوف تتمكن من استعمال بعض التطبيقات التي تحتاج إلى صلاحية الروت وهي بالطبع تطبيقات مفيدة. أيضا صديقي سوف تستطيع استخدام بعض التطبيقات الخاصة بالهاكينج أو بالهاكرز، تطبيقات تحصل على بعض الأدوات الخاصة بالهاكرز بالنسبة لهواتف أندرويد. هذه الأدوات لا تشتغل إلا إذا كان الهاتف يتوفر على صلاحية الروت من أجل أن تتكيف هذه التطبيقات مع نظام التشغيل. إذن هذه هي معظم الأشياء التي تحصل عليها إذا قمت بتثبيت أو بإعطاء الروت لجهاز الأندرويد.